السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة عندنا فيديو جديد من محاكي السوبر ماركت. النهاردة يا جماعة ان شاء الله مكملين لحد ما نعمل السوبر ماركت ده اكبر سوبر ماركت في المدينة كلها او ممكن في العالم كله كمان برضو. فالمهم النهاردة ان شاء الله هنكمل في السوبر ماركت بتاعنا وان شاء الله هنعمل تحديثات وتطويرات كتيرة ان شاء الله، وممكن نشتري التوسعة الجديدة بقى ونبدأ بقى نظبط المحل ونشتري بقى لستة حاجات جديدة برضو. ويا جماعة قبل ما نبدأ تنسوش اللايك والاشتراك ويلا بينا خلونا نبدأ. طبعا انا جمعت ورا الكواليس 3541 دولار وشوية كسور كده. المهم ان شاء الله النهاردة هنكمل في السوبر ماركت بتاعنا وهنحاول بقى ان احنا نشتري لستة حاجات جديدة وهشتري كاشير تاني. ليه؟ لان الباشا بيطول عشان يحاسب على الناس، فاحنا مش عاوزين نخلي الناس تستنى. فيبقى وكمان برضه في توسعه جديده نقدر نشتريها، فخلينا اول ما نبدا خالص كده نشتري التوسعه دي. ليه؟ لانه بكل اختصار هنشتري النهارده ان شاء الله لسته حاجات جديده، فاحنا عاوزين نضمن ان يكون معانا مساحه للحاجات الجديده اللي هنجيبها. خلاص ننقل الحاجات دي كده بس. اوكي يا جماعه ثواني كده وهرجع لكم اكون ظبطت السوبر ماركت. 2 hours later. اوكي يا جماعه ايه رايكم؟ السوبر ماركت دلوقتي بقى واسع، يعني نقدر بقى التخطيط اللي في بالي بقى ان انا احط رف هنا كمان بالطول ده بالطول والعرض كده، يعني عشان لما اجيب الحاجات الجديده بقى يكون ليا مساحه ان انا اقدر احطها. طبعا التوسعه الجديده محتاجه 2600. طبعا في شويه فاتوره هي تلقائيه بتدفع، يعني لو ما انا اكتشفت كده على فكره وانا بلعب ورا الكواليس مرات بيتخصم مني مبالغ وانا مش عارف هي بتتخصم ليه، فبكتشف ان الفواتير لوحدها اصلا بتدفع فمش محتاج ان انا ادفعها. المهم خلينا بقى نفتح السوبر ماركت بتاعنا ولا نجهز؟ لا خلينا بس كده الاول نظبط شويه الحاجات اللي عندنا. اوكي يا جماعه كده يكون ظبطنا كل حاجه، خلينا بقى نفتح المحل. طب انا التخطيط بقى في لي ان انا احط رف هنا في الخط ده كده، رف بيكون جهه كده وهتشوفوه هيعجبكم ان شاء الله، يعني في خطه في بالي ان شاء الله يعجب. في بقى حاجه اسمها كاشير بقائي، استنى بس اشوفها هي موجوده ولا لا. اهي سيلف تشيك اوت كاونتر، هي تبقى حلوه ان انا مش محتاجه حاسب بس هيبقى مكلف قوي. فلا خلينا نجيب البتاع ده، هذا واحد ب 500 خلينا نجيبه ويب عشان ايه ما يعملش زحمه. هو هيكون بس ده اللي شغال، فهيكون ده كده هيكون ده موجود في حاله بقى لو ايه لقيت في ضغط مثلا في زحمه على المكان فاجي بقى انا اقف هنا واشتغل. الله يا جدع. طيب ماشي يا جماعه الكاشير ده فاضي خلاص مقفول. طب معلش يا جماعه نقفل بس المحل ثانيه واحده عشان انا في خطه في بالي بسيطه بس عاوز اعملها. لو سمحت وسع شويه وسع شويه وسع شويه. اقول لك حاجه، استنى انا اقدر افتح خلينا احط. اوكي خلينا نفتح المحل افتح 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 بس عشان ايه ما يحصلناش خاف البال الكاونتر ده لحد ما ايه لو حصل زحمه ولا حاجه اجي افتحه على طول. تمام عشان بس ايه ما نعطلش بس المحل. المهم بقى خليني اعمل بقى الخطه اللي في بالي. خلينا نجيب بقى شويه رفوف. رف بكام؟ رف بكام؟ الرف العادي ب 200. هات كده الثلاث رفوف. شوف بقى انا عندي خطه في بالي. هات بقى كده الرف كده. ايوه طيب اتوقع ان كده هيبقى تمام، بس لا احب ان انا اخلي المكان ده بس للثلاجات، اخلي المكان ده بس للثلاجات والمكان ده بقى للرفوف العاديه. فخليني بس اعمل كده مساحه بسيطه عشان ايه الناس تقدر تعدي. اعمل اللي في بالي بس مش عاوز ازحم المكان، يعني انا مش عاوز اخلي الدنيا تبقى زحمه. اوكي تمام هعمل بقى كده، يبقى كاش يبقى رف اعرض فيه بقى الحاجات هنا ان شاء الله يطلع كويس. تطلع كويس الفكره، بس في نفس الوقت عاوز استغل المساحه قدر المستطاع بحيث ان انا ما يكونش في مساحه موجوده كتيره ما اعرفش استغلها. طب خليني بس اخد اللمبه دي مؤقتا عشان هتبقى هنا الدنيا المكان ده هيبقى ما فيهوش لمض. كده تمام. اشوف لسته الحاجات الجايه هتبقى ايه. تبقى حاجات محتاجه ثلاجه ولا لا؟ كلها تحتاج تلاجة. اوكي في لسة حاجات مش محتاجة تلاجة هيت زي حلاوة يا ابو زبادي برضه محتاج تلاجة. اوكي في شوية حاجات مش محتاجة تلاجة يعني. نفكر ثانية واحدة. اوكي بقى الناس بدأت تشتكي ان الكاشير مليان، بس نفتح الكاشير التاني عشان ما نعملش زحمة. تمام 1.99. جايب حاجات كتيرة ما شاء الله ب 86.24. اوكي طبعا في كراتين هنا كتيرة، يعني ما شاء الله حرب كراتين. الشاي تقريبا بالعافية بيتسحب اصلا، يعني تقريبا اقل حاجة بتتسحب فيهم كله.
اوكي بقى خلينا نختم اليوم. في واحد منكم يا جماعه قال لي جليتش كده معين مش عارف لو هيظبط ولا لا. جليتش ان انا اقدر اخلي اقدر اعرض الحاجه، اقدر ان انا اخد على الحاجه اضعاف سعرها، فهمتوا قصدي؟ يعني مثلا ابيع الزيت ده مثلا ب10 ممكن ان انا اقدر ابيعه ب50 بدون ما يقولوا حاجه. واحد قال لي الجليتش ده مش عارف لو هيظبط ولا لا، فيابا هنجربها. بس دلوقتي انا نفسي اشتري شويه لسه حاجات. ايه ده؟ اقدر اغير اسم المحل. نايس ليتس جو. خلينا بقى اسميه بقى، بص، عبدو ستور. حلو قوي كده، ليتس جو. استنى يا جماعه، ليتس جو. الله، اخيرا الماركت بتاعنا بقى ليه اسم كده مخصص ليه. هنا بقى تغيير حاجات تانية. اقدر اغير مكان المدخل، بس لا مش هحتاج دي برضه. اغير ايه تاني؟ اوه اغير شكل المدخل نفسه. والله حاجات حلوه بس مكلفه. لا مكلفه قوي كمان. بس شوف كل الاشكال. ده اول شكل معانا، ده صح؟ ده تاني شكل، ده تالت شكل. ماه مش لا عاوزين، لا برضه مش عاجبني شويه. والله حلو، والله احس ان ده حلو، مش عارف بقى، بس يابا اشوف حلو الصراحه. ليتس جو. الله الله الله، ايوه كده يا جدع. غير شويه المحل كده بدل الكآبة اللي فيه ده. يعني بما ان احنا بقى غيرنا المدخل بتاع المحل، هغير اللون. نخليه ايه بقى من جوه؟ نخليه ابيض ولا برتقاني؟ والله خلينا نجرب. انا مش عاوز اصرف فلوس كتير عشان احنا ممكن نروح فيها. تمام طيب اوكي حلو. اوكي خلينا بس نشوف اللون. كويس 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 كويس. تمام ايه ده؟ الو ده خلص. اوكي شكلنا هنصرف كتير عشان بس نغير الدهان. يا عمي يلا خلينا نصرف، معانا بقى فلوس بقى كتيرة بقى، خلينا نصرف بقى يا جدع. يا رب بس يكفي وما يخلص. انا حاسس ان احنا هنشتري تاني. لا بقى، لا لا احنا هنصرف. نغير شكل المحل بس ما نقعدش نصرف فلوسنا كده. والله انا حاسس ان انا بجيب بعمل اكبر قرار غلط في اللعبة كله. بس يلا يا جدع بقى مش خسرانين حاجة. رب بس يكفي وما يجيش بس على اخر كام جدار. الله توقعت، والله توقعتها. ليتس جو اخيرا. ايوه كده حلو. عاوزين بقى نغير لون الارضيه، بس لون الارضيه هنلاقيها غالي شويه. كام الارضيه؟ لا غالي قوي. لا لا مش ما لسه ما عندناش استعداد ان احنا ناخد الخطوه دي. كفايه ان احنا غيرنا بس الجدار وخد منا نص الفلوس اللي كانت معانا، فلا كفايه حلو قوي كده. اوكي في حاجات بقى ناقصه زي رز البسمتي، الميه خلصانه، الجبنه خلصانه، القهوه قربت تخلص، الزيت لسه كويس بس في حاجات قربت تخلص. خلصت اصلا يعني، ده خلص ده خلص. خلينا نشوف بقى ايه الحاجات اللي محتاجين نحطها. نجيب 4 مكرونه. بصوا يا جماعه هحط بس شويه الحاجات كده، هظبط الدنيا بس شويه واجي لكم وارجع لكم بعدين. فيا بقى نفتح السوبر ماركت ونجمع شويه فلوس عشان انتوا شايفين الرقم اللي هناك فوق صح؟ 8 دولار. حرفيا انا ما بقاش معايا غير 8 دولار. خلينا بقى نطبق الجليتش ده، خلينا ناخده على القهوه. القهوه بتتسحب كتير، ولا اقول لك القهوه سعرها حلو بس ايه اللي بتسحب اكتر حاجه؟ خلينا نصفر سعره، خلي سعره صفر. يلا نستنى شويه نستنى شويه، ان شاء الله بس الزبائن اللي جوه ما يزهقوش ويقولوا لا الكاشير مليان ومش هنعرف نجيبه ويطلع. فخلينا نستنى شويه لعل لو عايز واحد منهم ياخد من الفول السوداني. خلينا نفتح الكاشير ونعرف بقى سعر الفول السوداني ب 100. يلا يا رب تظبط يا رب، لو كده انا هقدر اجمع كميه فلوس رهيبه. بس غالبا هيبقى غش كده صح؟ اوكي اصلا ما ظبطش. لا مش بيظبط يا جماعه. كنت مفكره بيظبط بس لا ما بيظبطش. ف كويس انه ما ظبطش اصلا، ان كده كانت متعه اللعبه هتبوظ. اوكي انا واضح ان الدنيا بقت زحمه، فخلينا نفتح الكاشير التاني عشان ايه نفضي الزحمه اللي هنا دي. تعالوا يا جماعه تعال تعال، الناس بتشتكي من الكاشير مليان، فخلينا بس نشغل نمشي الناس بس شوي. اصل والله اللي انا موظفه ده اقسم بالله واحد بطيء بطيء بط بطيء. اوكي حد عاوز يحاسب؟ شوف اتعلم اتعلم كيف ازاي يتحاسب، مش تيت تيت تيت. انا بخلص في ثانيه، انت بتقعد سنتين وثلاث ارباع. هو شايف الحاجات كتير ازاي؟ بس ثواني بخلص في ثواني، ما بستناش.
يا ربي يا اخي خلص خلص خلص. كان نفسي بقى نشتري لستة حاجات، بس الصراحة اتضح ان احنا مش هنقدر ان احنا نجيب، اصلا مش هنقدر نجيب سعر الحاجات اللي معانا، فحرفيا صرفنا الفلوس كلها على تظبيط المكان. فاتوقع ان انا هختم الفيديو على كده. شكرا لكم على المشاهدة، نشوفكم على خير ان شاء الله. ويا جماعة ان شاء الله مش عيب كده يا اسطى، مش عيب كده تخبطني وانا واقف في الشارع كده؟ ها ها مش عيب كده؟ فيا جماعة شكرا لكم على المشاهدة، نشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.